العالم كله، أن شعبنا الماضي في نضاله وسيواصل النضال حتى يندحر آخر جندي وآخر مستوطن من أرضنا. لذلك نقول أن مقاومتنا الشعبية ماضية إلى الأمام، وأن المحتل الذي لا يعرف إلا المقاومة طريقا للنفوذ، هذا المحتل لن يرحل إلا إذا بدأ يخسر، ومقاومتنا ستلحق الخسارة بالاحتلال. جينا من كل حرب وصوب فرحين بهذه التجربة وبهذا النموذج الذي أعطى لاسم فلسطين يعني رونق أفضل وكشف الوجه الحقيقي للمحتل الإسرائيلي. الجدار والسجون والحواجز، نحن شعب نريد الحياة، نحن شعب نعشق الحياة وهم يعشقون الدمار والموت. طيب سيدي، رسالتكم اليوم للإدارة الأمريكية أيضا التي يعني هذه الإدارة التي أعطت البيتس اليوم على طبق من ذهب. رسالتنا قلتها الآن أمام الأطفال، يا ترامب يا خنزير يخرب بيتك شو حقير، صفقة قرنك ما بتمر وإحنا شعب لحم ومر. نقول ترامب ستفشل مؤامرتك كما فشلت كل المؤامرات السابقة. صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية لن نقبل بها، ولن نقبل بعد اليوم بوساطة أمريكية، لأن الأمريكان هم الحزين، الأمريكان هم خلفاء الاحتلال، وبالتالي نحن عندما ننظر إلى معسكر الأعداء الآن لا فرق عندنا ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة، كلهم يحاولون شطب قضيتنا من جدول أعمال العالم. شكرا جزيلا.